ده ايه بالظبط ده يا سيد؟ سلم. سلم؟ لا احنا ننزل في الاسانسير. نعم. اصل الحبايه اللي انا رافعها تطلب هدوء، مش هينفع معاها بير مسعود اللي نازل ده. يا نهار اسود، تعال امسك في ايدي يا سمعه واثبت. لا يا سيد اثبت. ده ايه يا خسين؟ نهار اسود، انت هتسوق بيها لحد البدرشين وانت مدهول كده ازاي؟ البدرشين؟ يا لهوي نسيت حبايه البدرشين. هات المفتاح. هات هات اللي هسوق، ربنا يعدي الليله السوره دي على خير. هات المفتاح. اهو يا حسين. تعالى. يا لهوي يا لهوي. الف حمد لله على السلامه، نورتي بيتك يا ست الكل. بسنت بسنت، انت مستعجل على ايه؟ مش لما تطلعني بس فوق الاول؟ انا عايز الدنيا كلها تشوف ولي العهد. ما عندكيش فكره انا استنيت اليوم ده بقالي قد ايه يا بسنت. هتلاقيها في الشغل لسه ما رجعتش. طب بقول لكم ايه، استنوني هنا هطلع البيبي وانزل اشيلك لغايه فوق. جرى ايه يا سامي؟ انت ما عملتهاش يوم فرحنا، هتعملها دلوقتي؟ انا حاسس ان انا رجعت شباب تاني، مستعد اشيل الدنيا كلها فوق كتافي. ثواني وراجع لك. الحمد لله على سلامتك يا هاني، نورت بيتك. الله يسلمك يا بشير، متشكره قوي. يا سداد خير؟ بجد والله مبروك. لا طبعا هاجي اشوف، انا بس عندي فوق ايطالي لسه واصل، خلص واجي على طول. اوكي دادي، اوكي مع السلامة. انت ايوه فندم. وقاعد بتهزر وتضحك وسايب الجست محتاس بشنطه؟ انا بس مستني مسجله بياناته ومترولي جاهز هناك. انت كمان بترد عليا، فاضل مخصوم لخمس ايام، اتفضل. سمعة سمعة، اللهم اجعله خير. انت بتحلم بكابوس؟ بقول لك ايه، انزل بص كده اذا كانت المنطقه امان ولا لا. ما مصيبه لا يكونوا مسكوا الراجل اللي جوه هو كمان. انا سيد ملاحظ ان المنطقه هنا لا باشا. امال انا عمال اقول ايه يا اخي؟ انزل بقى. ماشي يا سيد هنزل. سمعة. ايه؟ سمعة. هو ده عايز ايه؟ لو حد من الرجاله اللي هناك دي ثبتك. انا ما حدش يعرف يثبتني، ما تصغرناش يا سيد. الله، زلت لساني يا جامد. اذا قول لهم ان انت من طرف سيد اللي كان مع الباشا الصبح. سيد مين؟ وربنا حرق التاكس. يلا. الو يا اسامه، فينك؟ في الاسم؟ وايه النظام عندك؟ طب افهم منه ايه الموقف وكلمني على طول. لو سال عليا طمنني بخير. يلا سلام. هو ده يا باشا. مساء الفل يا رجاله. اسامه ابني حبيبي. ازيك يا قوس؟ ازيك يابا؟ حبيبي يا حبيبي. ازيك، انا عايز اطمن، انت عامل ايه؟ زي الزفت. عم بقى قضيتين، قضيه العربيه وقضيه الهروب من السجن. الظابط اللي مسكنا بقى ربنا يكرمه ما رضيش يعمل لنا قضيه التعاطي. تعاطي؟ ايوه، ما هو الظابط لما جه مسكنا انا والسيد واحنا قاعدين بنحشش. بتحششوا في البيت قدام ورده وطارق وزبيده عادي كده؟ ما هي زبيده كانت بتحشش معانا. لا بقول لك ايه، مش انا اللي جبت الحشيش. هو انتوا عايزين تجننوني؟ انتوا بتعملوا كده ازاي؟ في ايه بس يا ابني اسامه؟ في ايه؟ الله، وانت جاي تقف جنبي ولا جاي تبكتني بالكلام اللي زي السم ده؟ قال يعني الكلام بيحوق. حشيش في البيت يابا. ايوه افتكرت. بقول للزبده في حته حشيش كبيره كنت انا مدكنها في قلب البيت. ها؟ خلي الزبده تبيعها، هتنفعنا برضه في وقت الزنقه دي. بالاذن يابا. بقول لك يا اسامه، ما تنساش الاكل والسجاير الاجنبيه لما تجيلي مره ثانيه يا حبيبي. انا ابوك برضه. طب تصدق بيه يا باشا؟ بحق قولت لا اله الا الله، انا من ساعه ما هربت من البوكس وانا ما بفكرش غير فيك.
وجاي وحاطط ايدي على قلبي ليكون البوليس سبقني يعني، ولا قدر الله لا قدر الله. ايه؟ اتقبض عليك يا باشا. ايه؟ معايا اتقبض عليا انا. الله يخيبك يا سيد. اللي اتقبض عليا انا ايه؟ الله اتقبض على مين يا سيد؟ انت عارف انت عند مين يا سيد؟ عند ابو العز الدفراوي، يعني اللي شيطانه ينصب عليه ويحاول يهاوم من حزام المنطقه دي كلها. عارف هنعمل فيه يا سيد ايه؟ اول حاجه فوق الكلاب السعرانه، تاني حاجه فوق الاسود اللي في الجنينه اللي ورا دي يا سيد، والاسود دي بالذات بقى واخده على اكل لحوم البشر دول عن مخلوقات ربنا كلها. اللهم صل على النبي. سامع يا سمعه؟ والفوق التالت القناص اللي مرشعين في كل زاويه من زوايا القلعه اللي انت واقف فيها دي، والفوق الرابع والخامس رجاله الجريانوف والمدافع المضاده للطيارات. يعني ناقصني واحده اباتشي واحتل اي منطقه انا عايزها. ده احنا ولا ما نكون في فيلم صلاح الدين يا جدعان. وانا اللي كنت فاكرك بتبالغي. ليهم حق يركزوا مع الصراصير اللي زينا. انت هنا؟ ايوه يا باشا. في امن مكان في مصر يا سيد. عشان انت جدع يا سيد وسبقت بالجدعنه، انا هعتبرك من رجالتي. ومن هنا ورايح خلاص بقيت في حمايتي انت والواد اللي فاتح بقه جنبك ده. اقفل. واحنا نطول يا سيد المعلمين، ده شرف لينا. الحكايه بس كلها كان يومين لحد ما الدنيا تهتبر. تبقى باصص على قدك يا سيد. الدخليه بعافيه اليومين دول، وعايزين يلموا اللي اتبعتر منهم، وهيفضلوا ورا المساجين اللي هربت منهم لحد ما يلموهم تاني، عشان يحسنوا صورتهم قدام الجماهير العريضه. ايوه بس هنا يا عمنا. صباح الفل. بس ستوب هنا يا عسل اسود. فيها زنات الجمرك حالتها ولا ترجع مطرح ما جيت؟ عبور الخط الاخضر ده ب20 جندي، ولعلمك لأهل المنطقة ب10 بس. 10 التانية بقى واجب من عندنا معلم زناتي، تأديب وإصلاح العيلة الشريفة، قصدي اللي كانت عاملة شريفة وخلت الحكومة تحط رجليها هنا في المنطقة. قلت إيه يا أبو رامي؟